هذا اللقاء اللي كنعتبروه لقاء او هو ليس بلقاء بل بتعريف بالتاريخ المملكة المغربية. وهنا كنتكلموا في هذا المعرض على القفطان المغربي اللي بغينا نعرفوه لاعضاء المكتب ديال اليونسكو، السفراء والوزراء ديال الدول اللي ممثله داخل اليونسكو. بالطبع هذه طريقه المغرب باش ليس فقط في اطار الاتفاقيه اللي عندنا مع اليونسكو، ليس فقط الحفاظ على التراث المادي ولكن حتى التعريف به. والتعريف مهم جدا، التعريف فاش هاد الاخوات والاخوان مولفين، هاد السفراء وهاد الوزراء مولفين يعني في السابق انهم فقط نعرفوهم بطريقه يعني ورقيه في باريس، ولكن اليوم استغلنا الفرصه ان اللقاء دار في مدينه الرباط باش يزوروا باش يشوفوا باش يلمسوا يعني الجو التاريخي اللي او التغير اللي عرفته مدينه الرباط في اطار الترميمات تحت يعني الرؤيه الملكيه الساميه، وحتى التقدم اللي عرفوا تاريخ المملكه المغربيه. وهنا كنتكلموا مره اخرى على القفطان وتاريخ القفطان من هذه اكثر من 200 سنه حتى 2023 ومسار اللي عرفوا القفطان المغربي. كيف ما كتعرفوا المغرب ووزاره الثقافه كتوجد بشراكه مع المجتمع المدني باش نقدموا القفطان كتراث لا مادي مغربي واللي معترف به على الصعيد الدولي. هذا ينخرط بالطبع في تعليمات جلاله الملك، وكما عقدتوا البارح فاش في الرساله الملكيه الساميه ان سيدنا الله ينصرو ذكر باننا خاص يكون واحد المشترك مع اليونسكو باش نحاميو على التراث اللامادي ديال الدول، وبالطبع نمنعوا للاسف ما نراه هنا وهناك سرقه من طرف بعض الشركات او من طرف بعض الدول للتاريخ وللهويه ديال المغرب. يوسف حنا كنتكلموا هنا على بلادنا على المغرب. وفي نفس الوقت نذكر بان سيدنا الله ينصرو البارح تكلم على خلق المركز الوطني للتراث اللامادي. هذه بالنسبه لنا مهمه جدا لان هذه المراكز ليس بهم يعني مكاينينش بزاف على الصعيد الدولي، والتحدي بالطبع بالنسبه لوزاره الثقافه هي بعد نشاه هذا المركز الوطني للتراث اللامادي هي واللي معترف به من طرف اليونسكو اولا، وحتى من بعد في اطار الشراكه اللي درنا مع اليونسكو هذا الصباح هي كذلك نساعدوا في اطار التعاون اللي دائما كيشير ليه جلاله الملك، في اطار التعاون جنوب جنوب نساعدوا الدول الافريقيه الاخرى هم كذلك باش يوليو يحاميو على تراثهم المادي واللامادي. اذا هذه خطوه بالنسبه لنا ايجابيه جدا. سمحوا لي طولت عليكم شيئا ما، ولكن بغيت غير نزيد واحد النقطه اخيره هي كاين المجال الثقافي والمجال ديال الرمزيه ديال الدفاع على تاريخنا وهويتنا، ولكن حتى المجال الاقتصادي داخل في هذا في اطار الحمايه على تراثنا المادي واللامادي. علاش؟ لان لما كنتكلموا على السياحه والسياحة الثقافية، ما هي السياحة الثقافية في الأخير؟ هي تاريخنا، هي هاد المآثر اللي كنشوفوها، هي هاد التراث المادي ولا مادي اللي خصنا نحافظوا عليه باش بشويه بشويه بالطبع مجموعه ديال الزوار غيجيو يزوروا المغرب ليس فقط على الجماليه الطبيعه ديالو والبحر والشمس، ولكن حتى على تاريخه ويعني التقاليد المغربيه وتراثنا اللامادي. وشكرا لك سيدي. وين في القضيه ديال اديداس والزيج المغربي؟ مالو المسجد اخر مسجد راه تكلمت عليه هذه اعتقد قبل كاس العالم، وكيف ما عرفتوا اديداس كان اعتذرت رسميا في لوسيت ديالها المغرب واللي زاختيزو ماروكا، وهذه نقطه اللي كنعتبروها حنايا ايجابيه جدا. والطلب اللي كنا درنا انذاك هو باش نكملوا النقاش معاهم باش دار اون كوليكسيون يعني واحد العمل مختص بالتراث المغربي، وبان ذاك العمل يعني الربح ديالو يمشي لي فونداسيون اللي كتسهر على العمل ديال لي زارتيزو ماروكان، باش مره اخرى هذا الاحترام وهذا هاد لي زيكسكيوز اللي عطاو يعني يكون في علم ديالهم حتى اقتصادي بالنسبه لهاد الاخوات، ولو رمزيا بالنسبه للاخوان والاخوات اللي كيخدموا في هذا المجال. السناعه التقليديه بالطبع.